إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. نمشيو تود سويت لبين الناس. بين الناس بين الناس. النشطة والنشطة الحقوقية والسياسية سامي عبو رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي معنا في المباشر. صباح الفل سيدة سامية. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبجميع متابعينا. شكرا جزيلا. نمشيو مباشرة سيدة سامية إلى اللي قاعد صاير اليوم في تونس. قبل ما نبدأ تنوب في القضايا اليوم اللي مطروحة ولا لا؟ في هوني نحكي على الإيقافات الأخيرة سيدة سامية. إلى حد الآن ما علمتش إني بتي، لأنه أنا واحدة بديش متضرس في قضاء التحقيق لما يتعهد ملف رجل عكت تقدم على النيابة. دونك باش نوب زميلي رجل عكت ما يمنعش أني بالاطلاع، يعني نوعا ما بالحد الأدنى المتاح في ظل التعتيم المطلق على بعض يعني القاعات. وكيفاش تقرأ الإيقافات الأخيرة والشخصيات اللي تم إيقافها؟ تفضل. اسمح لي أمين، قبل ساعة نحب نرحم قبل ما نبدأ على الفنانة وعلى الصديقة وعلى الرائعة ريم الحمد. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. انا في بالي خليتها من بعد شويه باش نحب نعدي لك اكستري على ريم الحمروني، مثالش خليهم بعد شويه، خليني نكملوا السياسي ثم تنجيو بعد الريم الله يرحمها صديقه الجميع، لانه نجم تاخذنا العاطفه وما نجموش نكملوا حتى الكلام، لانه ريم عزيز علينا الناس الكل ونعرفوا انه شخص تحبك برشا مش تربح منها السياسه، خلي تاخونا العاطفه مو هذا هو. على الاقل ريم كي ما تحكيش عليها في حياتها يتحكي عليها في موت. لا يرحمها وينعمها. لا يرحمها. عزيزة وغالية. ما تحكيوش عليها في حياتهم. وبرشا يتسبوا في حياتهم. وبرشا يتمردوا هما حيين. وكيش يموتوا يوليوا بالعز يوليوا يمجدوا. ودي عضلتنا ومشكلتنا. وبما يزلنا بسية. الشعب التونسي يزلنا بسية باش نفهموه. لا لا حقيقة الصحة النفسية هي مشكلة كبيرة اليوم يعاني منها الشعب التونسي. خلينا تو نتعرف خاص يعملونا إيواء وجوبي الكل في الرازي فرصة والله فرصة الواحد يعمل شوية نقاها. بون سادي بون واش تلقى الظروف الملائمة ولا لا؟ لا في الرازي أنا متأكد مش تلقى. احنا سي محمد عشان سي محمد صباح الخير. لا والله أشخاص أشخاص يعملونا لا نقعدوا في حالة سراح مع إيواء وجوبي في مستشفى الرازي. واحد يعمل على الأقل واكل بليش شير ببليش وعنده إحاطة نفسية ونرتاح منها من الضبايب. سيدة سامية خلينا نتعديها مباشرة. في نهاية الأسبوع رئيس الجمهورية في لقاء مع رئيس الحكومة يجدد من جديد يقول بالصوت العالي اللي هو مهدد بالاغتيال واللي هدوا بالاغتيال تحت الحماية الأمنية. كيفاش نجموا نفهموا هذا الكلام إذا هو فما شكون وبالدلائل والبراهين؟ إذا فما دليل وبرهان علاش نقعدوا حامين البرة من يهدد سيادة وأمن رئيس الجمهورية؟ الحقيقة أنا ما نكذبش عليك بعد ما سمعتوش الخطاب بتاعه الكلمة بتاعها وما حبيتش نسمع، أما ما غير ما نسمع انت باش تقولي شنو قال ولا نعرف شنو قال خاطر ديس مجروح ولا معناتها بالحق معناتها سي تخو معناتها يا حبيبي قول له بالحق كما قال سي محمد باش نصير نحن بهذا الشيء الوجوبي معناتها سي تعينا شويه معناتها كل مره يخرج رئيس الجمهوريه عنده نظريه المؤامره باش يقتلوني باش يقتلوني هاو باقيت المسمومه هاو الظرف المسموم هاو القهوه مسمومه هاو ما نعرف شنو واخيرا هو عنده حمايه امنيه يا عتبي عنده حمايه امنيه وانت عندك دوله شنو عندك حمايه امنيه يعني ما هذا معناتها يظهر بالحق ثم مشكل بالحق انا نعتبر انه هذه مشكله لو مشكله نفسيه راه انا كنذكر وقت هو وقع تنصيبه اول ما وقع تنصيبه ما سكنش في القصر رئيس الجمهوريه مش سكن بالمنيه لا والكراب ماشيه جايه ماشيه جايه على خاطر معناتها عنده مشكله ما يحسش بالامان فهمت معناتها مهووس بنظريه المؤامره يقتلوني يقتلوني ما نعرفش الحقيقة كبرت الشيء هذا كبر بيه كبرت المسألة هذيا تخوف وليت تخوف خاطرها تمس استقرار تونس خاطر تصريح رئيس الجمهورية راهو ماهوش كلام يقول فيه للعامة اللي هما بيصفقوا له غدوة وباش يقولوا له برا واحنا معاك راهو الكلام هذيا راهو يمس صورة تونس في الخارج راهو يمس الأمن متاع البلاد يمس استقرار البلاد راهو يأثر على الاقتصاد إذا ما يعرفش الشيء هذيا معناتها ويأثر على المستثمرين اللي يوليوا شنو هالبلاد هذه الغير آمنة فيها معناتها كل زلزال سياسي نجم يصير في
في أي لحظة. دونك ما نعرفش استوائي هو بالخطورة بتاع التصريحات نتاعو، وانا نفضل انه بالحق ما عادش يخرج لنا المدة دي، رتحنا شوية بالحق يعني، عنا وعنا حذرة ووصلنا للتوب معناتها، ارحمنا معناتها يرحمكم الله، يزدي فيه البركة سبا، سمعناهم متأملون والخونة وكلهم ريناه كل شيء ريناه. دونك سبا لهدي عنا قضاء توا عنده مجموعة ما شاء الله كم تب الكماشة تشدت معناتها بطريقة عشوائية، السيد العشوائي خلينا ساعة نفرزوا الغسل من السنين ونبعثوا ونرجعوا للتصريحات الرجل. طيب نتعديه مع سي محمد. مدام سامية أني عندي نعم. عندي مشكل، وأني نسمعك في كذا مرة تحكي على الرئيس، وما برشا اليوم ينقدوا الرئيس، أما أنت حتى العبارات اللي تستعملها عبارات لاذعة مؤذية، معناها ما فماش يعني هامش ما أنه الرئيس هذا ينجم جي من وراه منفعة للبلاد. لكني بعد نتفكر أنك أنت حضرت مجلس الأمن القومي معاه في جانفي 2021، ما نجمش ننسى أنه رئيس الدولة ألا أنت اليوم تهاجم فيه، أنت كنت مساندة ليه، سامحني في الكلمة الشعبية اللي تتقال، أنه خدم بيكم لتصفية خصومه وقته، وبعد معناها استغنى عليكم ببساطة. الكلمة الأخرانية لا، احنا استغنينا عليه مش هو استغنى علينا، تعرف شكون واضحين معنا، احنا رميناه وقتش رميناه وقت احنا رميناه مش هو سامحني في الكلمة كمان احنا رميناه وقت عرفنا اللي هو يعني تآمر على أمن الدولة وأنه هو انقلب الرئيس تآمر على أمن الدولة؟ يتآمر على أمن الدولة اللي قاعد يصير شنوه مش أمن الدولة هدية؟ أمالك يا خيتي كي تخرج وتتصرح هكيك وتقلب على الدستور وتنقلب عليه وتضرب القضاء وتود وظيفة وتضرب البرلمان وتسكر وتعمل مراسيم وحدك وتنزل بمراسيم كما تحب ومراسيم 54 والمراسيم اللي هي على مقاسك، دستور على مقاسك، دولة الفرد دولة الشخص، الشعب معاه هاولول في الاستطلاعات. دقيقة أنا بالنسبة لي دي نعتبره تآمر على أمن بلادي يا حبيبي، صلحنا هذا كل من بعده مش يحبش يتصلح في غاب. وقت اللي وقفنا مع قيس عيد مش مع قيس عيد، وقفنا معاه أنه رئيس الجمهورية مش قيس عيد، رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب التونسي، حان الوقت بشيخ بزمام الأمور ويقف الوقت الحاسم بالدستور على مهز كنا عايشينها وعلى إجرام كنا عايشين، هدية كانت في إطار مؤسسة الدولة ما كانت في إطار قيس عيد كشخص، بالعكس قيس عيد كشخص هو قد الكسوة اللي لبسها كرئيس الجمهورية. أنا أعتبر أصغر بكثير من الصفة ومن المركز ومن المكانة اللي يخذها والوثيقة اللي يخذها في 25 جويلية، لبخوف 90% من الشعب معها في 25 جويلية، اليوم جايب 8% ولا 9%، وكل هبة اللي عملها ذيك السيد بربركاي باش يطلع الشعبية نتاعو، مش كنت كيف الشعبية نتاعو. نرجع ونقول لك أنا الأول في استطلاعات الرأي بالأمن القومي، سامحني ما كانش راهو أنا ثاني حمود عبو الشخص، كيف راهو ثم مؤسسات وثم صفة، أنا مساعد رئيس مكلب العلاقة مع الرئاسة في البرلمان ورئيس الجمهورية، وقت عندنا أزمة ما بين البرلمان ورئيس الجمهورية، فعيت للرئيس البرلمان وعيت للمساعد مكلف العلاقة وعيت كل الأطراف متداخلة في علاقة بالنظام الداخلي وعلاقة وقتها بالتحويل الميزاني اللي صار. دونك راهو مش عيت لي سنة، صحيح كان صحيح أنا وكل ما نحضر مش كان غادي أحضر، استدعاني في عديد المناسبات على مناسبات عنده احترام كبير صحيح، ولكن اللي أنا نقول لك علاش نقول لك أنا أستغرب معناتها على خاطر ولا مرة في لقاءات حكي على الانقلاب هذا وحكي على المخطط، وإنما يحكي دائما على أنه بلدنا تختار، وأنه هالفسادة دي اللي تشرف في مؤسسة الدولة خليها عاز على أنها تعمل قبضة وتعمل ريح. دونك بالنسبة لي هو نفس النظرة اللي عندي وعندك وعند الناس الكل، اللي بلادنا كانت مرهونة عند يد عصابات تتحكم بها وتسيطر فيها. دونك ما كانش كان يضمر شيء ويعلن في شيء، لما خذ السلطة في 25 جويلية القد كريمان، وقت اللي وقتها يزم وقودنا على الخطر الزاهم والسر القد كريمان، وبدأ يخطط لشنوه، كما غيرك خطط تقول له كما غيرك راه أقوى منك وأذكى منك وأخبث منك وعنده حزب وراه أقوى منك وعنده واحد وراه بس في هبة هو عاجب الناس سيدة سامي عبد هاو الأول في استطلاعات الرأي هاو فوق 60%. سي محمد
باش دقيقه بربي راهو عاجب الناس، حتى النهضه كانت عاجبه الناس، راهو حتى النهضه باش جيت من جيتنا من الصحاب، راهو الشعب جايبها، راهو كانت عاجبه الناس، والناس اليوم ما عاشقون ولا النهضه. وقيس بكش عاجب الناس، سي ممكن عاجب الناس، اما لو يعجب الناس ما ماهوش رصيد دائم. رد بالك قول له راهو هاب شيء يطلع شيء يهبط، راهو اكثر ناس عندها سهله القلب هو الشعب التونسي، راهو اليوم يحبك وغدو يقلب عليك الطرح. اكيد با قول له ما تخممش، واذا كان ناوي عندك انت متى الصواريخ باش كل مره تخرج شويه هكا شويه، ما نحبش نقول كلمه ما توجع، اما شويه مؤونه تخرج فيها بكل مره، راهو قول له راهو يجي وقت ما عادش ينطلي. تقول الكلام هذا ما عندكش خوف اللي معناه حتى انت تشملك الايقافات؟ يخلي تشمل الايقافات يا ياسي محمد، يعني تتهم الرئيس وغيره بالتآمر على امن الدوله وانه وغيره كان يظهر عكس ما يبطن، وهذا يطيح تحت المرسوم 54 سيده ساميره. ياسي محمد نقول لك على حاجه، راه كل شيء وارد، وانا اليوم اخترت باش نخرج نتكلم، وكي كلمني اني قلت له حاضر، واللي كلموني نقول له حاضر. تعرف علاش؟ لاحظت عندي مده ما نخرجش نتكلم، خليت كنت نتكلم لانه اصبح خطر الكلام واللي يخوف الناس. يا حبيبي ما تخوفش العباد، اكثر حاجه ما تخدميناها من الثوره الوحيده اللي نجموا نتبشحوا بها ونجموا نتباهوا بها هي حريه التعبير، مش فقط حريه التفكير كما هو يحب يهزنا الاستبداد فكر وفكر فمك، اسمح لي، هو يحب يقول لك فكر وفمك ساكت، وهذه راهو استبداد في عينه. معناتها نفكر ايه نفكر، حتى من الواحد يفكر معناتها شو ما تفكر اكاو، ما ثماش تعبير، انا حريه التعبير ما يمش بها الراجل، ما يمش بها. متى هو كيف وصل في القهاوي، في القهاوي وفي قعده القهاوي وبالحديث في القهاوي، ولا رئيس جمهوريه يخلي غيرك بكشي بالقهوه طيب ولينا رئيس جمهوريه زاد تعزو. لا تو بالقهاوي تلقى روحك تبحث خويا، خلنا نبحث انا كانك علي انا مرحبا بيش نبحث على شنو باش نبحث. الفصل السيده سامي عندي باش نقول لك حاجه، لا عندي مش نخاف، لا انا ولا راجلي ولا ولادي، لا انا مش نخاف، لا انا باش ينجم بعيد الشر نحشم حتى باش نقولها، واحنا احرار واعيين بكل كلمه نقولوا فيها، وبيني وبينه دوله وبيني وبينه قانون، نتمنى على الحريات امام القضاء اليوم، باعتبار انه الهجمه اللي عملها على القضاء والاعفاءات اللي عملها في القضاء هي رجت استقلاليه القضاء، رجت ورجع معناتها. اليوم راه مستاهل على قاضي كي الفكره نتاع تبكي امه ما تبكيش امي انا معناتها، فهمت؟ مستاهل على قاضي باش يكون مستقل استقلال تام، يطبق القانون بحد ذاته من غير معناتها تاثير، مش لازم كان هو مباشره. شوفوه في الممارسه ذايا اليوميه في المرفق. في التليفون هلا قدرنا قضايا توا باش نشوف، انا امام امتحان توا اليوم. امام امتحان استقلاليه السلطه القضائيه، لانه اللي نسالني عنها سامحني، احنا اليوم اللحظه هذه اللي صار بالاجراءات بركره مخجل ومهين، مخجل ومهين ويضرب في عمق متى فكره حق الانسان، مش حق الانسان فكره العداله والعدل، خليك كلمه حق الانسان عند برشا الناس راهي مقلقتهم، شنو معناتها حق الانسان شنو فيه؟ اليوم هو اليوم العالمي للعداله الاجتماعيه، جوست فقط للتذكير. العدل العدل، احنا ليش نحبوا المحاسبه؟ يا اخي ماكش نحب نتشفى من العبد، ماكش نحب فلان انا باش يتعدى امام القضاء نحب ندخل الحبس، فقط ندخل الحبس، ليه؟ المساله اكبر وارقى واسمى من مجرد اشخاص. المساله اللي متعلقه بدوله القانون، بدوله مؤسسات، متعلقه بالعداله، متعلقه بالعداله اللي هي اساس العمران، متعلقه بعدم الافتاء من العقاب، متعلقه بالمساواه بين مواطنين ومواطنات، معناتها مش هذا عنده وصلنا وهذا عنده فرض، قضاء العدل هو قضاء المساواه، يعني هذا كل المفاهيم هذه والمبادئ هذه لم تتمنى عليها، اما في اطار الجور وفي اطار برا جيبو وبعد تو نلقاو حاجة هذه اللي ما يجيش، هذه حاجة. اثنين، في إطار أنك أنت تعمل في هذا الكل فقط باش تطلع في السونداج فرحان، توا فرحان إلا زرعك ملوح في الحبس، عمره ما قابل خيام، وهذا على فرض نقابل خيام، أنا ماهيش تهمة قابل خيام ساعة، ومش تهمة قاعد تشبقاو مع خيام، ومش تهمة كي تحكوا مع بعضهم على بديل مشترك موحد أنه هو يكون البديل المستقبل، إذا كان هذا ثم معناتها ماهيش تهمة. التآمر لو عندها أركان، والقهوة القهوة احتفاء القهوة هذا ان وجدت القهوه. سيده سامي هذول لي ريزو مش قاعد نسمع فيك مليح، احنا خلينا نتعدى ونكملوا الاخبار، اقعدوا معنا باش نرجعوا لك جوست بعد الاخبار.
كاب اف ام.